الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبأساليبكم المذكورة في المجلس الأول للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. حدثنا هناد، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه في 40 يوما، ثم يكون علقة بالذلال، ثم يكون مضغة بالذلال، ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمله للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك. وفي الباب عن ابي هريره وانس: سمعت احمد بن الحسن قال: سمعت احمد بن حنبل يقول: ما رايت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطاني. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبه والثوري عن الاعمش نحوه. حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا وكيع عن الاعمش عن زيد نحوه. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب القدر أو أبواب القدر: باب ما جاء أن الأعمال بالخواتيم. ولا يقصد بذلك الحديث الأعمال بالخواتيم، وإنما يقصد ما يدل على ذلك. وذكر فيه حديث الصادق المصدوق. هذا الحديث يعرف بحديث الصادق المصدوق، وهو حديث يتميز أهل السنة والجماعة بإثباته واعتقاده، وقد أنكره بعض طوائف الضلال لأنه يخالف ما يعتقدون، وهم وضعوا مقدمات، هذه المقدمات دلتهم أو هدتهم إليها عقولهم، كما يعني مع الأسف الشديد تهدي الشياطين إلى دار البوار. جعلوا ذلك مقدمات ثم حملوا عليها النصوص، فما وافق قبلوا، وما خالف إما ردوه وإما تأولوه. وهذا الحديث في الصحيحين، بل رواه الجماعة، النسائي ممن رواه لكن في الكبرى، ورواه يعني لا يكاد واحد من أصحاب الكتب إلا رواه، يعني المروي في غالب في كتب السنة كلها، يعني غالب كتب السنة. و يعني قلنا إنه مروي في الصحيحين، وبالتالي فيعني لا يمكن بعد كل هذا أن هؤلاء كلهم رووا وتلقوه بالقبول، بل لو أنهم لم يروه جميعا، مجرد انتشار مثل هذا الحديث الذي يحمل كل هذه العقائد والتي تخالف عقائد أهل الضلال في مسألة القدر، لو كان هذا الحديث فيه شائبة لبادروا بإنكاره، وإن كان موافقا لاعتقادهم، لأنهم لا يتركون مثل هذا الأمر من غير أن يبينوا. ثم هذا الحديث هو من حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود، وروى هذا الحديث عن الأعمش جمع كبير، طبعا طرق، هناك طرق كثيرة جاءت عن الأعمش، وأبو معاوية هو يعني هو أثبت الناس في حديث الأعمش، ولكن أيضا رواه سفيان وشعبة، يعني أئمة ومن دونهم كذلك. هناد ابن السري أبو السري الكوفي، هذا ثقة
وطبعا هو متميز في عبادته، يعني كان في نهاره يعني يتوضأ ويصلي ويستمر بعد صلاة الفجر في 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 بيت الله، يعني يقرأ القرآن ويتعبد، وبعد ذلك يأتي إلى الظهر يتوضأ ويصلي ويستمر في صلاته وفي عبادته إلى آخره. فتعجب أحدهم من ذلك إنه طول النهار، فقيل إنه على ذلك، وذكروا طبعا هو معمر يعني هو عاش أكثر من 90 سنة، فقيل له كيف لو أنك عرفت ما في ليله، يعني أن من عرف ما في ليله استهان بما في نهاره من كثرة عبادته، فكان يعرف بعابد الكوفة. الشاهد من كلام أن من روى هذا الحديث، نتكلم هذا الإسناد فقط وحده كاف، فكيف إذا عرفنا أن الأعمش روى عنه هذا جمع من الناس، والأعمش هو الثقة الحافظ المعروف ومن مدارات الحديث، وزيد بن وهب هذا ثقة، هذا أدرك الإسلام والجاهلية وأسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ما أدركه، يعني حضر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هناك أكثر من واحد مثل هذا، يعني مثل عبد الرحمن ابن مل أو ابن سنأتي إليه إن شاء الله تعالى، ويعني جماعة وصلوا إلى يعني حاولوا لكن لم يدركوا، وذاك جاء بعد أبي بكر. على كل حال، ابن مسعود يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ومعلوم أنه ليس في كل حديث تجد مثل هذه الكلمة لكنها مقصودة هنا، فهو صادق فيما نقل، مصدوق فيما بلغ، صدقه من بلغه، وصادق في بلاغه. وإذ الأمر كذلك، فإن تسلط المعتزلة وغيرهم من القدرية على مثل هذا الحديث بالإنكار له، هذا كاف في دلالته على ما هم عليه. أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما. النووي رحمه الله تعالى في أربعينه أضاف هنا كلمة نطفة، يعني 40 يوما نطفة. وهذا الحديث عندما تنظر إلى رواياته فلن تجد كلمة نطفة موجودة هذه في الصحيحين، ويعني نسبه إلى الصحيحين، ما هي موجودة في الصحيحين ولا في غير الصحيحين، هي موجودة فقط عند أبي عوانة، مستخرج أبي عوانة فقط، لكن لعله اعتمد أن هذا معناه، وبالتالي فقط يعني اعتمد هذا، لكن في خلاف في هذا الأمر، لأن جاءت روايات أخرى يعني قد يفهم منها الأمر مختلفا، لكن سنأتي إلى هذه الرواية فقط. الكلام عن هذه الرواية، يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. إذن في 40 الأولى ما يكون قد بلغ العلقة، أو أنه يكون بلغ لكنه يستمر في العلقة إلى 40 الثانية، فهذه 80، ثم يكون مضغة مثل ذلك فهذه 120، جاء في بعض الروايات ثم يكون علقة في ذلك مثل ذلك، يعني أنه إيش؟ أنه في 40 الأولى كلها، واضح؟ ولكن يعني هذه الرواية الأوسع والأشهر، وليس فيها في ذلك مثل ذلك، يعني ما فيها هذا اللفظ الذي يدل على أنه وقع كله في إيش؟ في 40. لكن نعم، 40 الأولى مع يعني أيام قليلة يقع فيها أمور أيضا، يعني تفاصيل غير ما جاء في هذا الحديث، جاءت في صحيح مسلم يرجع إليها في موضعها. إيش يعني توافق العلم أكثر؟ بعد 120. لا 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 مو صحيح. لا يتخلق التخلق الكامل لا في 40 الأولى ولا حتى في 40 الثانية. الحديث محتمل أن تكون كل مرحلة تبدأ من بداية 40 إلى نهايتها، يعني من بداية 40 يبدأ تلك المرحلة، وبالتالي قوله ثم يكون علقة مثل ذلك يعني في 40، قد يكون من أول يوم يبدأ بالعلقة وقد يكون إلى آخر يوم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، والمضغة قد يكون من بداية 40
إلى نهاية الأربعين، والمضغة هي التي يكون فيها التخليق، هي لذلك لو ذهبت إلى الطبيب وسألته، بل هناك من النساء من، وطبعا هذا الأمر يسأل عنه الإنسان كثيرا، التي تسقط وتسأل أنه هل هو متخلق، فعندما تكون المرأة مثلا في الشهرين الأولين لا تجده متخلقا، تجد كتلة دم تنزل. لا نتكلم عن هذا، دعنا من هذا، هذا لا نتكلم عنه. طيب هكذا سيضيع الوقت لما نتكلم بدون علم، يعني الكلام عن علم مختصين من الأطباء، يكون المختص هو الذي يتكلم لا نسمع من الآخرين. لا لا لا، على كل حال لابد أن نفهم قضية، أنه أنا أفضل السؤال أفضل من النقاش، تمام؟ الآن الحديث نأتي إليه فقرة فقرة حتى لا نضيع الوقت. فقرة الأولى فيه أنه يجمع خلقه في 43، واضح؟ هكذا ظهر الحديث. 40 لا شك أن النطفة وجدت، لأن النطفة تحصل بمجرد حصول الحمل، ثم تعلق هذه النطفة برحم الأم وتتحول إلى يعني إلى تجتمع منها أشياء اللي هي الأمشاج وأخلاط، حتى تجتمع كتلة دموية وتبدأ تكتمل، وهذه هي ليش العلقة، وهذه تستمر إلى تستمر في في 40. طبعا ليس في الحديث، يعني ليس المقصود من الحديث الحصر في الأيام بقدر ما هو إيش، هو ذكر الأمر الأغلبي، لأن نمو الناس لا يكون في كل الأماكن ومع كل الأشخاص في كل الأبدان في كل الأغذية بنفس القوة في النمو، لذلك تجد أنه 40 وليست يوما معينا انتهى. ثم يكون علقة مثل ذلك، والعلقة هي أمر دموي، كتلة دموية تعلق برحم الأم لكنها مخلوق نامي، هي مخلوق نامي، هل فيها روح؟ الحقيقة أنها تتغذى من أمها، من الأم، يتغذى من الأم، ليس لأن فيه الروح أبدا، ليس هذا هو المقصود، واضح؟ وأما في 43 فيكون هناك علقة، وهذه العلقة عفوا المضغة، وهذه المضغة التي جاء في القرآن ذكرها كويس، والمضغة هي التي ذكر في القرآن أنها تكون مخلقة، مخلقة يعني أنه ظهر فيها التخليق، والتخليق يظهر فيه إيش؟ أن فيه اليدين، أن فيه الرأس، أن فيه رجلين، ولكن هذا يتفاوت من أول التخليق إلى آخره، يعني يتميز ويتخلق، يكون بعضه يعني مجمل والبعض الآخر فيه تخليق إلى أن يكتمل هذا التخليق. طيب قال ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، هذا الذي يسمى بملك الأرحام. طيب فيؤمر بأربع يعني أن يكتب 4 بماذا؟ بكتب رزقه وأجله بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. بكتب رزقه يعني أنه خلاص تبين رزقه وفي رحمه، هذا الحديث هو في الحقيقة يبين أن الذي سيكون للإنسان في حياته مما يحتاج منه إلى سعي مكتوب، كل ما يحتاج من الإنسان سعي مكتوب أصلا، يعني سعيت أو لم تسعى هو مكتوب في الواقع، يعني إذا لم تسعى مكتوب أنك لن تسعى ولن يأتيك ما كان من عدم السعي. بكتب رزقه يسعى الإنسان لرزقه بماذا؟ بتحصيله في العمل والتجارة والصناعة والإيجار وغير ذلك، بكتب رزقه وأجله، وهو الذي يهرب منه الإنسان فيسعى إلى طب نفسه وعلاجه وكذا وتقوية نفسه حتى يهرب من أجله، وعمله الأعمال التي سيقوم بها مكتوبة، وشقي أو سعيد، وهذا الشقاء والسعادة إذا كان مقصود في الدنيا فشقاؤه ببؤسه وقلة يعني النعيم الذي يعيشه، وسعادته في الدنيا بذهاب البؤس عنه بتنعمه بتلذذه في حياته، وأما الشقاء
والسعادة في الآخرة يعني تقدم الكلام عليه. الحديث الذي سبق يعني الشقاوة إنما تحصل بعمل أهل الشقاوة، ييسر أهل الشقاوة بعمله، والسعادة ييسر بعمل أهل السعادة العمل، هذا السعادة الأخروية، وشقي أو سعيد. ثم أقسم النبي صلى الله عليه وسلم، تعرفون اليمين إنما يرد إما لأهمية الشيء وإما لتأكيده واعتبار أنه سيحصل من الناس ما يحتاجون معه إلى إيش؟ إلى التأكيد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى التأكيد، إذا هذا التأكيد حصل لتحصيل شيء عند الناس، أن يفهموه، أن يعرفوا أهميته، وأن يتوثقوا من وجود هذا الشيء. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار. الأول ذكر الهون الجنة، مشيك لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني لا يبقى بينه وبين موته إلا القليل، فيوفق إلى عمل من أعمال أهل النار، أو فيعني يعمل بعمل أهل النار. قال فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يسبق عليه الكتاب يعني سيعمل بما ليس مستأنف، سيعمل بأمر ليس مجهولا لله سبحانه وتعالى، ولا أنه غير مكتوب، بل إنه سيعمل بعمل وسبق هذا العمل كتاب مكتوب أنه سيعمله. وليس المقصود فيسبق عليه الكتاب أي فيضطر أو فيجبر على ما كتب، لا، وإنما فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، يعني أنه سبق الكتاب ذلك العمل وتلك النية وتلك العزيمة، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يعني أنه يكون صاحب النار أو يكون من نصيب النار. هذه الرواية فيها قال ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخله، لأن نحفظ الرواية التي في الصحيح. قال وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. قال ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل الجنة فيدخلها، أيضا عندما لا يبقى بينه وبين الموت إلا شيء قليل. إذن المطلوب هو أن يسعى الإنسان إلى عمل الصالحات، وأن لا يعتمد ويتكل على أنه كان قد عمل الصالحات، يقول والله أنا طول عمري بعمل الصالحات فخلاص الأمور تمام. ولذلك فإن أئمتنا عند الموت وإن كانوا يعني يبحثون في جانب الرجاء، إلا أن الخوف لا يفارقهم إلى أن تخرج الروح. وذكروا عن الإمام أحمد أنه كان أحيانا يمر به سكرات فيغيب عن الوعي ثم يعود، إحدى تلك السكرات يقولون له قل لا إله إلا الله فيقول ليس بعد ليس بعد، ثم أفاق، فقالوا له أنت إمامنا ونقول لك قل لا إله إلا الله وتقول ليس بعد، قال ما أنا معكم وإنما جاءني الشيطان وقال فتني يا أحمد، فقلت له ليس بعد حتى تخرج هذه، يعني الشيطان جاءه أراد أن يؤمنه. وهناك فرق بين الأمن وبين الرجاء وإحسان الظن، الشيطان أراد أن يدخله فيه، يعني في آخر لحظة حاول مع الإمام أحمد، لم ييأس حتى وهو إمام من أئمة السنة، فأراد في آخر لحظة أن يغتر، لكن من أين له ذلك؟ هذا التحصين الكامل بهذا العلم ليس سهلا، فقال فتني يا أحمد خلاص أنت أفلت مني، شوف الشيطان محاولات إلى آخر لحظة، فقال ليس بعد حتى تخرج هذه، بعد ما تخرج أنا أكون قد أفلت، لكن الآن ما زلت تعمل. فهذا دليل على أن أئمتنا إلى آخر لحظة في حياتهم وهم يعملون بهذا الحديث. فينتبه الإنسان يحرص على العمل الصالح دائما، لا يعتمد على ما مضى، أنه والله أنا، بعض الناس يعتمد على عمل الوالدين، يقول والله كان والدي صالحين، ليش أنا؟ نوح كان صالحا صحيح ولا لا؟ ولكن هل نفع ابنه عمله؟ ما ينفعه. يا فاطمة سليني من مالي ما شئت، هذا خذ من الدنيا ما تشاءين، الدنيا ما في، لا أغني عنك من الله شيئا، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنته وهي صالحة، لكنه لا يغني،
عن أحد شيئا إلا أن يعمل هذا الشيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إذن فلآخر لحظة الحديث يدعو الإنسان أن ينتبه ويلتفت إلى عمله إلى آخر لحظة في حياته، حتى لو بقي بينه وبين الموت شعرة. هنا بدأ يعني هذا الأمر، كثير من الناس لا يلتفت أحيانا. ليه إخواني؟ مثل الصائم أول النهار لا يلتفت، تمام، تمر 5-7 ساعات، بعدين يبدأ بعض الصائمين اللي يشتد عليه الجوع ويشتد عليه العطش، كم بقي ينظر في الساعة. الآن من أول النهار إلى أول مرة ينظر في الساعة يمكن يمر 5 ساعات، بعدين كل ساعة، بعدين كل نصف ساعة، آخر الدقائق في الدقيقة ينظر مرتين، تطول المدة الأخيرة. لماذا الإنسان لما يكون في عمل الآخرة لا يخاف على نفسه في آخر حياته أكثر؟ هذا دليل على إيش؟ على هنا أن هناك فهما خاطئا في هذا الأمر. لا، كل ما تشعر نفسك تأخرت في العمر ركز في المراقبة أكثر، لأن هذه اللحظات أشد، وآخر لحظة قبل الموت يحسم بها أمر الإنسان. ولذلك يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النار فيدخلها. الأمر مخيف. هذا كمان يفيد شيء آخر، وهو أنه لو كان الإنسان قد عمل السيئات في حياته فلا ييأس من رحمة الله، بل يقبل على العمل الصالح لأنه بقي معه نفس. يقبل على العمل الصالح لأنه ما بقي بينه وبينها إلا ذراع، قد يسبق عليه الكتاب ويكون من أهل الجنة بعمل يختم له به. إذن فالحديث فيه جانبان: الجانب الأول أن لا تأمن بسبب الأعمال، بل أقبل على العمل واستمر، وأنت إذا كنت تعمل الصالحات في حال فسحة الحياة فكيف في حال قربك من الموت؟ هذا ينبغي أن تكون أحرص. وإذا كان الإنسان فاسدا في أول حياته وأقبل على الموت، ينبغي عليه أن يحرص على أن يختم على الأقل. هذه فرصة، هذه فرصة في الحياة، فيحرص الإنسان عليها. قال: هذا حديث حسن صحيح. لاحظ هنا حسن صحيح، ما في كلمة غريب، مع أنه لو قال حسن صحيح غريب لكان إيش؟ لكان يعني لكان هذا يعني ثابتا وما يعني لا إشكال فيه، لكن هذا يدل على أن كلمة حسن صحيح تصلح في أدنى مراتبه على من كان على الإسناد الذي فيه رجل يعتضد به، يعني يحسن حديثه بالمتابعات، ويصلح أيضا على إسناد في مثل هذا الإسناد الذي أريناكم ما فيه يعني من القوة. يعني أبو معاوية نعم، لكن مع الأعمش هو أوثق الناس في الأعمش، وما عندنا أي إشكال بهذا. مع ذلك قال هذا. أيضا ذكر إسنادا آخر إلى الأعمش، وفيه يحيى ابن سعيد. طب محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود نحو أو مثله. طيب، قالوا في الباب عن أبي هريرة وأنس. يعمل زمن طويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمله، يعتبر شاهدا لمعنى حديث أنس. أنس لا تضيف الشريعة، لكن ذكر فيه عن علامة حميد عن أنس. نعم، يعني على كل حال ما يضر إن شاء الله تعالى. نعم. استشهد به يدل على الخواتيم في الباب، لكنه ليس شاهدا للحديث ولا شاهد لمعنى الخواتيم. طبعا هو أيضا حذيفة من ابن أسيد في هذا له، يعني هو شاهد أيضا لهذا لا يذكره هنا. قال: سمعت أحمد بن حسن قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: ما رأيت بعيني أو بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان، مثل يحيى بن سعيد القطان. ويقصد بهذا الإمام الترمذي رحمة الله عليه أن هذا متابعة قوية لأبي معاوية. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة والثوري عن الأعمش نحوه. أيضا هذا إيش؟ يقوي مثل. وذكر أيضا ممن رواه هنا وكيعا، يعني ذكره في الإسناد بدل ما يذكره مع المجموعة. قال: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد نحوه. ويعني هذا الباب كثير من الناس تختلط عليهم الأمور فيه، لكن الواقع الأمر ليس فيه خلط أبدا. هذا الحديث
فيه أنه بعد الأربعين أو في الأربعين، قال ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك. الآن ثم هذه هل يقصد بها بعد الأربعين أو في الأربعين؟ هذا جائز وهذا جائز في لغة العرب، في لغة العرب هذا جائز وهذا جائز. وثم وإن أفادت الترتيب مع التراخي فإنها أحيانا تفيد التداخل مع التراخي، وتفيد التراخي دون التداخل، وتفيد مجرد الترتيب. يعني لو قال قائل مثلا دخلت مثلا جاء لنقول مثلا من السعودية، دخلت عمان ثم سوريا ثم تركيا مثلا، هل يقصد بذلك أنه أطال المكث في عمان؟ لا، ما يفيدها أبدا، واضح؟ لكنه يفيد الترتيب هنا. وأحيانا أو إذا قال دخلت عمان فسوريا فتركيا، يعني أنه لم يجعل بين هذه وتلك بلدا أخرى، وإن لم يفد أصلا التعقيب، لأنه قد يجلس في عمان فترة، ما هو معقول مر مرورا، صحيح ولا لا؟ وبالتالي هذه الأحرف لابد من فهمها بحسب الموضع الذي مرت به. وهنا يحتمل أن يكون إرسال الملك في أثناء الأربعين الثالثة، نعم، ولا مانع من أن يرسل ملك آخر قبل ذلك، لأن جاء في الحديث الآخر أنه إذا يعني أن النطفة تكون في الرحم، فإذا بلغت الأربعين أو 42 أو 43 في لها يعني تسورها الملك فيقول أي ربي ذكر أم أنثى، أي ربي شقي أم سعيد إلى آخر. فمثل هذه القضايا يمكن أن يحصل فيها التداخل، وهذا من أسباب أن بعض الناس فسر الحديث بالتفسير الذي ذكرنا قبل قليل، وأنه يمكن أن يحصل مبكرا أمر التخليق، وممكن أن يحصل أمر، لكن بقيت قضية وهي التي لم يفهمها كثير من الناس، وهي قضية نفخ الروح. ما أدرى هذا أو ذاك أن الروح نفخت. بعض الناس يظن أن النبض الموجود في الجنين يعني أنه نفخت فيه الروح، هذا ليس هذا هو الذي يفيد هذا الأمر. طالما أن الجنين في بطن أمه يعني ينتفع من الغذاء الذي من أمه، لا نستطيع أن نجزم بذلك حتى يكتمل خلقه، واضح؟ وبعض أهل العلم يقول أنه حتى لو حصل هذا إذا ولد ولم يصرخ لا نجزم أنه نفخت فيه روح، واضح؟ هذا الكلام يعني قد لا يصح إذا في هذا الزمان أنه يمكن الاطلاع يعني في الأربعين الثالثة أو بعد الأربعين الثالثة على حركة الجنين أنه ما زال يتحرك والقلب ينبض، والنص دل على أنه قد نفخت فيه الروح، على الأقل يكون تجاوز الأربعين الثالثة تكون قد نفخت فيه الروح. فرق بين الروح وبين النمو، بين الروح وبين الحركة، واضح؟ لا نتكلم عن الروح معناها وجود الحياة فقط، لا، يعني لا نستطيع أن نقول إن النبات فيه الروح من جنس الروح التي في الإنسان، مع أنه نامي ومتحرك، ففرق بين هذه الروح وبين الذي جاء في الحديث. جميل، هذا متصور كافي، تفضل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. حدثنا محمد بن يحيى القطعي، حدثنا عبد العزيز بن ربيعة المناني، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يمولدانه وينصرانه ويشركانه. قيل: يا رسول الله، فمن هلك قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين به. حدثنا أبو كريم وحسين بن كريم قال: حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه، وقال: يولد على الفطرة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغيره عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، فقال: يولد على الفطرة. نعم، قال: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. وبدأ بحديث الملة، وهو ليس الراجح، إنما المرجوح والراجح الفطرة، ولكن قدم هذا الحديث إشارة إلى ما فيه، وفي نفس الوقت
ذكر الحديث الذي فيه ذكر الفطرة، ولعله يشير إلى أن الفطرة هنا بمعنى الملة، لأن هذا هو المعنى الراجح في هذا. فقال: باب ما جاء كل مولود يولد على الفطرة. وذكر حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الملة. طبعا قلنا الروايات الأخرى على الفطرة، والفطرة جاءت معنى الخلقة وجاءت معنى الملة. ليش؟ لأن الفطرة تفيد التكوين، والتكوين قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وقد يكون الشيء تاما وقد يكون ناقصا. ولكن حديث الفطرة هذا معنى التمام مقصود فيه، لأن الحديث في الصحيحين، وجاء في الحديث الذي في الصحيحين: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ فلما كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، يعني أنه يولد الإنسان على الفطرة كاملا تاما. وهذا التمام ليس تمام خلق مجرد، وإنما تمام الخلق في الروح في الجسد والمعنى أيضا. والفطرة بالمعنى الذي فيه الخلق مثل فاطر السماوات والأرض، هذا معنى الخلق الذي يعني ليس فيه المعنى الدين قدر المقصود فيه المعنى إيش الذي فيه ذكر الخلق التام. وأما الفطرة بالمعنى الثاني وهو الراجح والله أعلم، يعني أن الملة المقصود بذلك سلامة الإنسان، يعني ليس المقصود وجود الاعتقادات وإنما السلامة من الاعتقادات الفاسدة. ويكون على ذلك تكون على ذلك الفطرة بالنسبة لهذا المولود هي سلامة الإنسان من الاعتقادات الفاسدة واستعداده للاعتقادات السليمة. واضح؟ لكن الإنسان عندما يكون عند أبوين يهوديين أو نصرانيين أو مجوسين أو مشركين ويبدأان يعني تعليمه ذلك، أو على الأقل أن يراهم يفعلون ذلك ولا يجد سبيلا إلى العقيدة الصحيحة، فإنه سيعتقد عقيدة الفاسدة، لذلك يكونان شؤما عليه. ومع ذلك فإنه يعيش، ثم بعد ذلك قد لا يعتقد ما يعتقدان، يعني يرى ذلك ويتشربه، ثم بعد ذلك يجد الإسلام، يتعرف الإسلام ويكون مسلما. واضح هذا الأمر؟ طيب، لكن لا بد من التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة. إيش أحكام الدنيا؟ نذكر ليش أحكام الدنيا أشياء مهمة جدا تتعلق بهذا المولود. واحد إيش؟ الدم يعني في أي جانب؟ كلام صحيح، بس أي جانب؟ مثلا عند التبييت، عند تبييت المشركين، يعني المسلمون يبيتون المشركين اللي يسموها الغارة الليلية، ماشي؟ ما بدك تخبر المشركين أنك بدك تغير عليهم، وهم في الواقع في بيوتهم وتبيتهم في بيوتهم، هذه الفرصة أن تصل إليهم من غير أن يعلموا، وأنت في حالة حرب، وفيهم ذراريهم، فيهم أطفالهم. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فماذا قال؟ هم من آبائهم أو هم منهم. هذه واحدة. كذلك تفضل. ها؟ الدفن أنهم يدفنون في مقابر المشركين أو أهلهم. كمان الإرث، أن الإنسان إذا كانوا اثنين في سيارة وحصل حادث، ماشي، وماتت المرأة وكان معها طفل ما زال رضيعا، وبعدها عاش قليلا قبل لا يصل المستشفى مات، ورث ولا ما ورث؟ أنتوا أخذتوا الآن المواريث، ها؟ ورث ولا لا؟ بس مات، من الذي سيرثه؟ أبوه مثلا سيرثه. طيب إذا كان مسلما فأبوه لن يرثه،
وإذا كان على دين أبيه فأبوه سيرث. هذه أحكام الدنيا وإلى آخر أحكام الدنيا. وأما أحكام الآخرة فأمر آخر. ليش؟ وهل لهذا مثال؟ نعم. المنافق في الدنيا يدفن في مقابر المسلمين، هل يحل قتله ما لم يكن زنديقا يتبين أمره؟ يرث ولا ما يرث؟ خلاص هذه هي. وبالتالي طالما خفي أمره يعامل بالظاهر، الصغير يعامل بالظاهر، واضح؟ فإذا جاء حديث يتكلم عن أنه في جنة أو نار فلا يحتج في المسائل بالمسائل التي جاءت واتفق المسلمون عليها وهو صغير. وضحت القضية؟ بمعنى أنه لا يجوز استصحاب الإجماع في مواطن النزاع في مثل هذا، تمام؟ طيب الآن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أحاديث في هذا الجانب. الآن هذا الحديث قد يفيد أن المولود لما يولد يكون على الفطرة على الملة، ولكن بعد ذلك سيتغير، فإذا مات قبل ذلك فهو على الملة. لكن هل هذا مجزوم به أنه بقي على الملة بعد ولادته؟ هل هذا مجزوم به؟ لا نجزم، لا نعلم. لماذا؟ لأننا لا نعلم أنه إذا عاش كيف سيكون اتجاهه وتوجهه وذلك. والآن لم يجر عليه القلم، وبالتالي فالقول بأنه مسلم يعني يثاب أو يعاقب، عفوا هو كلمة يثاب أو يعاقب كلمة يثاب كلمة مجملة، لأن الثواب وإن غلب في استعمال الناس على الخير فإن الثواب يكون إيش؟ في الخير وفي الشر. المقصود هل يثاب بالخير أو بالشر، فهذا جانب آخر. أيضا مما ورد في هذا الموضوع أن النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا قوله هم من آبائهم، هذا لا يعني أنهم في النار، وإنما يعني بحسب السؤال في ماذا؟ أنهم يبيتون مع أهليهم، أن ذلك لا يعد. يعني لو واحد قاتل مثلا جماعة من الأعداء في غارة فذهب مع هؤلاء الجماعة من الأعداء أطفالهم، فهل يعدون مسلمين ويدون ويعني يعاقب المسلم بذلك؟ لا يعاقب بذلك، واضح؟ بخلاف إذا كان هناك مسلمون فالأمر مختلف. طيب كذلك النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه في هذا الجانب أحاديث، لذلك اختلف العلماء في هذا الأمر إنه هل يعدون مسلمين أم يعدون كفارا بالنسبة لأمر الآخرة. فالذين يقولون يعدون كفارا احتجوا بأحاديث التي دلت على أنهم في الدنيا ليسوا مسلمين، واضح؟ وأما من جزم بأنه مسلم في الآخرة وأنه في الجنة احتج بمثل هذا الحديث، احتج مثل هذا الحديث. وكذلك هناك حديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم سألت ربي اللاهين قال فقلت من اللاهون أو ما اللاهون؟ إيش اللي حصل؟ شوف يا أحمد يبدو في أحد يتدخل في الأمر. شوف أبو علاء، أحكي مع أبي علاء، كلم أبو علاء. طيب قال سألت ربي اللاهين فأعطانيهم، قلت ومن اللاهون؟ يقول أنس قلت ومن اللاهون؟ قال ذراري البشر، يعني الناس، كل الناس، فيدخل في ذلك المسلم ويدخل في ذلك المشرك. وأما من قال، وكذلك جاء الحديث الصحيح أيضا في الصحيحين، حديث تاني ليلة آتياني فقال لي انطلق، انطلقت معهما. فمر بالنبي صلى الله عليه وسلم في أماكن كثيرة من تلك الأماكن أنهم دخلوا روضة معتمة، فإذا رجل طويل لا يرى رأسه طولا، وإذا حوله أغلمة لم أرى مثلهم كثرة، أو غلمان لم أرى مثلهم كثرة، فإذا نظر إلى عن يمينه ضحك، وإذا نظر عن شماله بكى. المهم في آخر الحديث لما ذكروا له كل موقف من المواقف كان الرجل الطويل هذا هو إبراهيم
وأما الغلمان عن يمين وأما الغلمان حوله فهم كل من ولد على الفطرة. قالوا فقلنا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. قلنا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين. هذا الحديث صحيحين، هذا استدل به أيضا على هذا. ومن أهل العلم من قال إن هذا الأمر عائد إلى علم الله بما سيكون عمله. فكلمة أولاد المشركين أجابوا عليه بأن هؤلاء الذين علم الله أنهم على الفطرة، فلا جواب في هذا، واضح؟ وأما كونه أعطاهم أعطاه ذراري المشركين فهذا عام، وإذا علم الله من الطفل أنه يكون على غير الإيمان فهذا ليس كذلك. ومن ذلك الغلام، غلام الخضر طبع كافرا يعني ليس على الفطرة، فالعام يمكن تخصيصه. فاحتج هؤلاء على أن هذا الأمر عائد إلى علم الله. طيب فما حالهم؟ حالهم بحسب علم الله. الآن من التفصيل الذي يمكن أن يقال في هذا، وهذا قول، أنه يوم القيامة يعقد اختبار. طبعا ثبت الاختبار في حق يعني الشيخ الزمن والرجل الزمن والشيخ الكبير والصم الأبكم ومن مات على الفطرة، وأن هؤلاء يعقد لهم اختبار يعني. فيمكن أن يكون هذا منهم يعني، أنه وإذا كان الإنسان الكبير المجنون لا يعني لا يعتبر كافرا إذا لم يعني لأنه لم يجري عليه، وكذلك الكبير الذي من أهل الفترة، كذلك الكبير الذي لم يبتبلغه الدعوة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فما حال الطفل الصغير؟ واضح. فتكلموا في هذا الجانب وأن هذا يعني لا يشمله، لا تشمله العقوبة به بفعل وجود أبويه كافرين. إذن معاملته في الدنيا لا تعني معاملته في الآخرة، هذه إن ننتهي منها. تبقى قضية أنه هل يمكن أن يكون على غير التوحيد مع صغره؟ فالجواب أنه إن كان هذا القول لابد يكون أحد قولين، وهو يعني وهي الأقرب، أنه أن يكون على الفطرة ثم أمره في الجنة إلى الله، الله أعلم كيف. بعضهم ذكر أحاديث فيها أنهم خدموا المشركين، هذا لا يصح، واضح. وبعضهم ذكر يعني في خلاف في هذا الجانب، لكن هذا قول من الأقوال أنه من أهل الجنة. والقول الثاني أنه يعقد لهم، هذا ليس الثاني، أنا قلت هذا إحدى الأقوال يعني، بس في هذين القولين بالذات أنه يعقد لهم اختبار مع الأصم الأبكم والشيخ الزمن وأهل الفترة، الله أعلم. طيب قال كل مولود يولد على الملة يعني الفطرة أو الفطرة يعني، وبعدين الملة هي المعنى في الجملة، فأبوه يهوداني أو ينصرانه أو ويهوداني وينصرانه ويمجس ويشركانه يعني يجعلانه مشركا، وإن كانت الرواية الأخرى أو وفيها أو يمجساني. قيل يا رسول الله فمن هلك قبل ذلك يعني قبل أن يحصل له التنصير والتهويد والتشريك؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذه ثابتة الجملة، الله أعلم بما كان يعني أن المعاملة لن تكون بمحض ما كان عليه الأبوان، وإنما الله أعلم، وهذا يعني أنه وكل أمرهم إلى علم الله وليس إلى. فهذا الحديث ليس فيه أن هؤلاء يكونون ناجين، ولا فيه أنهم معاقبون. لا لا، كلمة سن التكليف شيء وكلمة التكليف شيء آخر. التكليف لا يتعلق بالسن وإنما يتعلق بالبلوغ، والبلوغ السن آخر المراحل يعني، من لم يبلغ قبل 15 بلغ بال15 مثلا على القول بهذا الأمر، لأنه يذكرون حديث ابن عمر لما قال عمر بن عبد العزيز يعني أنه هذا السن الذي يش سن الديوان أو سن الجند يعني أنه يدخل في الجند. ثم ذكر الحديث من حديث وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو معناه، قال وقال ويولد على الفطرة. هذا حديث حسن صحيح، وقد رواه شعبة وغيره
عن الأعمش. إذن أيضا هذا الحديث من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أيضا روى عن الأعمش جماعة منهم هؤلاء الكبار. يعني نتكلم عن رواية شعبة ورواية وكيع جميل وغير هؤلاء. طبعا هو ذكر في الأول عبد العزيز بن ربيعة البناني لكن وغير هؤلاء جماعة. الحديث في الصحيحين فلا إشكال في الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يرد في باب. طيب إذنك بس الباب نظر في باب الأسود النسائي عند النسائي وأحمد سبق في باب السير الأسود بن سريع بس استنى وين له الباب الأسود بن سريع موجود. نعم تفضل. هذا عند النسائي وأحمد سبق في باب السير حديث الأسود بن سريع في هذا الباب. نعم والنسائي وأحمد وأبو يعلى في المسند والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين. ولكن الحاكم ذكر في هذا الحديث أن هذا الحديث يعتضد واضح فيعني يرجع إليه ذكر أنه على شرط الشيخين ووافق الذهبي على هذا والشيخ أظن شيخنا حتى يعني يوافق على هذا. نعم والذي نفس محمد بيده ما من نسمة إلا تولد على الفطرة. نعم. حتى يغرب عنها لسانه. طبعا قصة فيها قصة وهي قضية قتل الذرية. قتل الذرية. نعم هي قصة قتل الذرية حديث الأسود بن سريع في ذكر قتل الذرية. الحقيقة جماعة يعني هو يعني ليس فقط الذكر هو يمكن اثنين لا هو جماعة الذين رووا هذا الحديث. نعم وهذا شاهد لهذا الحديث أيضا. طبعا أذان. طيب أذان عرفتم ايش المشكلة في ال ايه تفضل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن شاء الله مع أبي البراء في الخلف إن شاء الله. نعم فضل. الحمد لله رب العالمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. حدثنا محمد بن حميد الرازي وسعيد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن قريس عن أبي مردود عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. وفي الباب عن أبي حسين. هذا حديث حسن غريب من حديث سلمان لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن البريس. وأبو موجود اثنان أحدهما يقال له فضة والآخر عبد العزيز بن أبي سليمان أحدهما مصري والآخر مدني وكانا في عصر واحد. وأبو موجود الذي روى هذا الحديث اسمه فضة بصري فضة
نعم، قال باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء. والحديث الذي ذكره جاء في بعض الروايات القدر بدل القضاء، وكأنه يعني ذكر في الباب ما يشير إلى الرواية الأخرى، كما يفعل شيخه الإمام البخاري رحمه الله تعالى، يذكر التبويب ثم يذكر الحديث رواية أخرى بلفظ مختلف، ففيه إشارة في التبويب إلى الرواية التي أراد. وينبه كثيرا على هذا الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى فيه. نعم، قال إذن هذا التبويب ذكر رواية سلمان أولا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. هذا الحديث صحيح أو حسن، يعني الجملة حسن، ويعني له ما يشهد له حديث ثوبان، حديث ثوبان يشهد له، وكذلك أما حديث أبي أسيد أظن فيه ضعف الشيخ. نعم ضعيف. بس هو فقط ذكر فيه صلة، ما في ذكر أنه يزيد في، يعني أصلا كشاهد، يعني يبدو أنه اللي ذكره صاحب النزهة قد لا يكون هو الشاهد، وقد يكون هو، لأنه ما فيه ذكر زيادة، ما فيه ذكر رد القدر أصلا، ما يعني ليس في، يعني ما ينبغي أن يكون هو المقصود، فربما يكون شيء آخر، لكن أنا ما وجدت حقيقة الشاهد. على كل حال ذكر هذا الحديث في الجملة حسن، وحسن لغيره، لكن المعنى دلت عليه نصوص، هذا المعنى دلت عليه نصوص، ودل عليه أثار عن السلف الصالح، وأنه يمكن أن يعني أن يكون رد للقضاء بهذا المعنى. الآن بعض أهل العلم رأى أن لا يرد القضاء إلا الدعاء، لا يرد القضاء، طبعا القضاء هو ما قدر للإنسان المقدر، القدر ذكرنا أن القدر فيه ما يتعلق بعلم الله وكتابة ما علم، وفيه ما وفيه مشيئته وقدرته، وفيه فعله، واضح؟ فمرتبة المقدر هذه التي تغلب على القدر. بعضهم قال الأمر يتعلق بالإجمال والتفصيل، واضح؟ فاعتبروا أن القدر هو الذي فيه التفصيل، وأن القضاء فيه إجمال، واضح؟ أن القضاء يعني هو حصول الأمر، ولكن التفاصيل تكون في القدر، بمعنى أنه كل شيء، يعني مثلا في قوله: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في، هذا قدر، واضح؟ وأما القضاء فمثلا ما ينزل بالناس، ما إلى آخره، بعضهم فصل بهذا الشكل، وبعضهم قال المقدر هو القضاء، فما ينزل، كل ما ينزل فهو قضاء، ولذلك يسمى قدرا قبل أن ينزل وبعد ما ينزل، ولكن لا يسمى قضاء إلا إذا كان إيش؟ إلا إذا كان نازلا. الآن هذا النازل هل يمكن أن يرد؟ لا يمكن، واضح؟ لا يمكن أن يرد، لكن هناك استثناء. شوف الحديث الآخر ذكر من مر: لا لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، يقول لك لا يسبق، لكن هذا الحديث فيه استثناء، وهذا الاستثناء أنه أصلا لم ينزل، للكلام عما نزل، ولذلك جاء الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، ينفع مما نزل يعني أنه يرفع، ومما لم ينزل يعني أنه يدفع، واضح؟ الدعاء نافع في هذا وهذا، ما نزل يعني أنه إذا مرض يرفع الله عز وجل المرض على الإنسان بعد وقوعه، ومن لم يمرض أنه قبل أن ينزل يعود فلا يؤثر. وجاء في الحديث الآخر، وحديث أيضا حسن أو صحيح: الدعاء والقدر، الدعاء والقضاء يعتلجان إلى يوم القيامة، يعني أنه يرتفع الدعاء، فإذا أراد القضاء ينزل ما نزل، واضح؟ والمقصود من هذا أنه انعقدت أسباب القضاء وحصل مانع، وهذا الأمر لا مانع منه في الجملة، انعقدت أسباب القضاء. ما هي أسباب القضاء؟ أسباب القضاء يعني هناك أسباب لوقوع قضاء معين، مثل إنسان مرض ومرض مرضا أشفى منه على الهلاك، أو أنه حصلت عدوى شديدة لم ينجو منها إنسان، وهذا الشخص بالذات دعا،
أو دعي له فشفي أو فلم تقع عليه العدوى. إذن انعقدت أسباب هذا الشيء ولكنه إيش؟ ولكنه دعا الله عز وجل. فقبل أن ينزل رفع، قبل أن ينزل القضاء رفع. جاء في بعض الروايات القدر أيضا، والقدر الأصل أن يحمل على هذا المعنى، لأن القدر أخص من القضاء، وبالتالي القضاء فهو يعني يدخل فيه القدر معنى القضاء، وبالتالي فيكون هذا المقصود، وليس المقصود العلم، ليس المقصود العلم لا يرفع بالدعاء، ومشيئة الله لا ترفع بالدعاء، واضح؟ وأن المقصود مقدر وليس، إذن الذي يرد هو المقدر وليس القدر، واضح؟ ويكون في علم الله أنه انعقدت أسبابه وأنه لم يشأه سبحانه وتعالى، وعدم مشيئته سببها الدعاء، واضح هذا الأمر؟ يعني الذي منع أن يشاء الله عز وجل هذا الشيء ما هو؟ دعاء هذا الإنسان، وضحت؟ لا لا لا، سندخل في يعني سنستدل على الواضح بالمشكل، خلي الموضوع هذا بارك الله فيك تسيبنا منه. واضح الأمر؟ بعضهم قال هذا الأمر مجاز، يعني أن لا يقصد بهذا القضاء، وإنما يقصد بأنه يعني طبعا المعنى قد يكون قريبا من الذي ذكرنا في جانب أنه المردود أصلا لم ينعقد سببه، لم يعني حصل سببه ولكن لم تحصل المشيئة ولم يحصل علم بذلك، لأن اتفقنا أنه أن علم الله موافق لما سيقع، وأنه لو حصلت المشيئة فلم يمنعها شيء، ولكن نحن نقول أنه لم تحصل مشيئة بسبب هذا الدعاء، يعني لولا الدعاء حصلت هذه المشيئة، هذا المقصود به، ولكن السبب منعقد، وهذا يعني أنه يمكن أن يقع ولو حصل الدعاء. طيب حصل الدعاء، ما الذي سيحصل؟ هذا المانع موجود، وهذا المانع قد يستمر في منع هذا الواقع وقد لا يستمر، واضح؟ لذلك كلمة اعتريجان. طيب افرض أنه فسد دعاء هذا الإنسان بأكله الحرام وغير ذلك، لا يعتريجان، ينزل هذا المانع. ومما يدل على أن المقصود هذا حقيقة وليس مجازا أنه قال ولا يزيد في العمر إلا البر، أيضا هذا ليس مجازا، يزيد في العمر. الآن اختلفوا في الزيادة في العمر، لأن الزيادة في العمر إما أن تعني الزيادة في المدة، لأن عمر الإنسان جانبان، الجانب الأول المدة، والجانب الثاني ما عمر هذا العمر من المنفعة والفائدة، وهذه المنفعة والفائدة تزيد في بركة هذا العمر، يعني في الخير الذي يحصل به. فكم من الناس من تجد الساعة عنده أنفع بكثير من ساعة إنسان آخر، واحد تجده يقول لك والله يا شيخ جيت أقرأ أو جيت مثلا أحضر للاختبار أبدا عندي 10 ساعات ما لحقت أخلص فيها كذا، واحد آخر بيقول لك والله أنا الساعة بقرأ فيها ما أدري كم، وطبعا آخر ممكن يكون بيشتغل في شغل آخر، يعني بيشتغل في المدة هذه. وجاء في السنة النبوية أن إن في آخر الزمان أنه يتقارب الزمان، يتقارب الزمان حتى تكون السنة كالشهر، الشهر كالجمعة، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كالضرمة بالنار. فهذا يمكن أن يكون كذلك، وبالتالي فالطول في هذا قد يكون في نفس العمر، وقد يكون في العمر الموجود نفسه، هذا نفسه يمتد لعمل خير أكثر من الأول. وعلى الجانبين هذا حقيقة، هذا حقيقة. طيب طول العمر بمعنى مدة، طول المدة كيف يمكن أن يكون؟ الجواب أن الأسباب تنعقد لموت الإنسان في مدة قصيرة فيعيش مدة طويلة بمشيئة الله بسبب البر، وهذا ثابت، وهذا ثابت حتى في الرزق. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أحب أن ينسى له في أجله، وهذا في العمر، وينسى يعني يؤجل يزاد، وأن يبسط له في رزقه فليصل رحمه، حقيقة ولا مجاز؟ حقيقة. إذن الدعاء إخواننا مهم في هذا الجانب. قال وفي الباب عن أبي أسيد ذكرنا أن في حديث ضعف، لكن حديث ثوبان شاهد واضح في هذا، حديث ثوبان في سنن ابن ماجه وأحمد. قال هذا حديث حسن غريب، حسن غريب، مع أن في أبي مودود
قال فيه لين ابن حجر رحمه الله تعالى، لكن الشيخ يبدو أنه يقويه. محمد بن حسين الحميد الرازي ضعيف حافظ، لكنه مقرون بسعيد بن أيوب وهو ابن يعقوب وهو ثقة. قال حدثنا يحيى بن دريس حسن الحديث صدوق، عن أبي مودود فيه لين، عن سليمان التيمي، سليمان بن طرخان التيمي هذا ثقة فاضل كان معروفا بعبادته، و عن أبي عثمان النهدي، نعم أبو عثمان وليس عبد الرحمن، أبو عثمان النهدي، هذا أبو عثمان النهدي هو الذي ذكرنا أنه من الناس أيضا من أدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدرك الجاهلية ولم يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي لم يهاجر المدينة إلى ما بعد وفاة أبي بكر، هذا عبد الرحمن النهدي اللي هو ابن مل أو ابن مل على بمثلثة. وايضا يعني نسب ابا مولود هذا وبين حقيقه يعني ما يعني تسميته والخلاف فيه، وبين ان راوي هذا الحديث هو فضه البصري وليس ب عبد العزيز بن ابي سليمان، مع ان الامام الطحاوي رحمه الله تعالى قال هو عبد العزيز بن ابي سليمان، هناك من خطا الامام الطحاوي وثبت كلام الامام الترمذي وهو متقدم هو اعلم بهذا والله اعلم. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.